على هامان يا فرعون، جملة قالها الوزير هامان بوجه الملك الفرعون لتصير القولة مثلا من الأمثال الشعبية المتداولة حتى اليوم. فإليكم تفاصيل هذه الواقعة الطريفة. يحكى في قديم الزمان وتحديدا في عصر مصر القديمة أن الفرعون بجبروته كان يدعي الألوهية والربوبية والعياذ بالله، فيتظاهر أمام الناس أنه هو الذي يخلق المخلوقات. فكان إذا أتاه بعض كبار رعيته لمقابلة احتجب عنهم بحجة أنه مرة يخلق غنما، ومرة يخلق إبلا، ومرة أخرى يخلق بقرا، وهكذا ذواليك. بموازاة ذلك كان للفرعون وزير يدعى هامان، وكان رجلا فطن حاد الذكاء، مطلع على جميع مداخل الملك ومخارجه وأسراره كلها بما فيها مزاعمه بخلق المخلوقات. فكان يعرف أنها كلها محض افتراء وادعاء لا غير، والغرض من ورائها هو إرهاب وإخافة أبناء شعبه. في أحد الأيام جاءت عجوز تريد من الفرعون إحياء عنزتها الميتة، فما كان من هامان إلا أن أعطاها عنزة بدلا من عنزتها التي ماتت، متحججا أن الفرعون مشغول بخلق الإبل. في نهاية اليوم سأل فرعون هامان عن يومه كيف مر، فأخبره بقصة العجوز التي جاءت تطلب إحياء عنزتها الميتة. ففزع الفرعون، قال له هامان اطمئن، فقد أعطيتها عنزة وقلت لها أنك خلال تلك الفترة كنت مشغولا بخلق الإبل. هنا قال فرعون ناسيا، آه لو تعلم يا هامان كم هو صعب خلق الإبل. فنظر إليه هامان وقال قولته المشهورة، على هامان يا فرعون. فصارت جملة الوزير مثلا تناقلته الأجيال، ويضرب حينما يدعي أحدهم أمرا وهو يحاول خداع من يتحدث معه، فيقال هذا المثل تأكيدا أن المتلقي لم يصدقه بل هو واثق من كذبه وافترائه. في أمان الله.